هو أحد أهم المراكز الثقافية في العراق، والرئة التي يتنفس منها البغداديون معرفة وأدبا. إنه شارع المتنبي في بغداد الذي يمثل تاريخ الثقافة العراقية الحديثة من عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم. يطل شارع المتنبي على نهر دجلة وسط بغداد في جانب الرصافة، وهو يربط بين السراي العثماني الذي اتخذته الحكومات العراقية المتعاقبة مركزا للحكومة حتى عام 1958 من جهة، وبين شارع الرشيد الأثير على قلوب العراقيين من الجهة الأخرى.